تم افتتاح يوم أمس 3 مشاريع من فك الاختناقات المرورية من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم بحضور معالي السيد الوزير المحترم ومعالي أمين بغداد المحترم. هذه المشاريع تمثلت بمجسر الشالشية ومجسر داخل حي المهندسين ومجسر محمد القاسم من جهة الرستمية. طبعا بكل تأكيد هذه وبذلك قد أنجزنا التزامنا ضمن البرنامج الحكومي بإنجاز 5 مجسرات ضمن الحزمة الأولى البالغة 16 مشروع. بكل تأكيد هذه المشاريع ستساهم في تخفيف من الزحامات المرورية في محافظة بغداد. نعم. هذه المحافظة المختنقة بالسكان وأعداد وعدد السيارات الكبير، وبالتالي هذه المشاريع ستلعب دورا محوريا وأساسيا في فك الاختناقات المرورية في تلك العقد. طبعا احنا كوزارة اعمار واسكان كجهة فنية وتخطيطية مسؤولة عن دعم وتطوير عدة قطاعات شملت سواء كان قطاع الاسكان او طرق الجسور او حتى مشاريع البنى التحتية. فيما يخص مشاريع الطرق والجسور عملنا مع استشاري أجنبي دولي متخصص لغرض إنجاز التصاميم والدراسات التخطيطية والفنية في هذه بالنسبة لهذه المشاريع، وبالتالي انطلقنا بخطى واثقة في بداية عام 2000 في بداية العام الماضي، وانطلقت هذه الحزمة بواقع 16 مشروع. واليوم الوزارة والفضل والحمد لله بدأنا ننجز المشروع الواحد بعد الآخر، وبالتالي هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا لغرض تخفيف الزحامات المرورية. لكن بالحقيقة مثل ما تفضلت في بداية اللقاء أن هنالك بعض الآراء لبعض المواطنين. طبعا وزارة العمارة والإسكان تقدر على يعني وصراحة صدورنا رحبة لأي رأي يقدمه المواطن. اليوم المواطن من حقه أن يعطي رأيه بكل سلاسة وبكل حرية، لكن إحنا كجهة قطاعية أوضحنا ومنذ البداية أبان إطلاق هذه الحزمة بأن هذه المشاريع ستساهم في فك الاختناقات المرورية بنسبة قد تتراوح ابتداء من 60 وصولا إلى 80%. لكن تبقى بغداد، هي بغداد محافظة مليونية يسكنها العديد من بحدود من 7 أو 8 ربما أكثر مليون حسب تقديرات وزارة التخطيط، إضافة إلى أعداد السيارات الكبيرة يمكن ربما يعني جناب الضيف سيادة المقدم يعرف يمكن ربما أكثر من 3 إلى 4 مليون مركبة في محافظة بغداد، وبالتالي المحافظة بصراحة تعاني، وهذا ما يضيف أعباء وتحديات كبيرة على الحكومة الحالية، وهذا ما تحاول إنجازه من خلال البرنامج الحكومي قدر تعلق الأمر بوزارة العمارة والإسكان.